سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن هذا الموعد الذي نلتقي من خلاله مجددا في تغطيتنا الخاصة مباشرة من تلفزيون المغاربية. مرحبا بكم. مسيرة حاشدة للطلبة اليوم في كافة مدن الجزائر، حيث التحق بهم المواطنون من أجل مواصلة شعار طلبة صامدون وللانتخابات رافضون ودولة مدنية ماشي عسكرية، وهي المسيرة التي جاءت رد واضح على مخطط الذهاب للانتخابات في مثل هذه الظروف. من جهة أخرى، أسس مجلس الوزراء الأول بعد طرد الرئيس بوتفليقة لمرحلة بروتوكولية جديدة لم يشهدها الجزائريون من قبل، تجعل نائب وزير الدفاع يتقدم على الوزير الأول، وهي الظاهرة التي تشير أيضا إلى أن هناك تجديد على مستوى إطارات الدولة، وهو ما فسره المتتبعون على أساس أنه عملية إعادة انتشار وتدوير لإطارات التي ستخلف إطارات بوتفليقة، فيما يتواصل زبر الأغصان التي يمكن أن تتخلى عنها السلطة في برلمان التزوير عن طريق عمليات المتابعة ومطالب نزع الحصانة القادمة من وزارة العدل في عملية تهدد كل ساكني مقر زغود يوسف. هذه أهم طبعا المواضيع التي سنناقشها اليوم، كما أن هناك أيضا مجلة الجيش وفي عددها الجديد أشارت إلى الكثير من المواضيع المتعلقة بوصف جزء من الإعلام الوطني طبعا ما يشير إليه على أساس أنه قنوات مشبوهة، وبجزء من الصحفيين على أساس أنهم أقلام مأجورة تسيء إلى المؤسسة العسكرية. هذه الملفات وغيرها نناقشها مشاهدينا في هذا الموعد الذي نستضيف فيه أستاذنا فضيل العيش القاضي السابق والدكتور المؤلف في الجانب القانوني. مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا أستاذ فضيل. شكرا أستاذ عبد السميع، تحياتي لكم ولقناتكم وللطاقم الفني ولضيوفك الكرام وللشعب الكريم. دون إطالة إذن مشاهدينا في كل مكان، سيكون معنا أيضا ضيوف من الجزائر لمناقشة هذا الموضوع. نبدا معك استاذ فضيل العيش، رايحين نتكلموا في مساله قانونيه مهمه متعلقه ب اولا قبل هذه المساله القانونيه المتعلقه بالحصانه والمتابعات وما الى ذلك، وهو يعني مجال اختصاصك اللي نتمنى نعرف فيه التفاصيل المهمه لهذه المساله، نتكلموا على مسيره الطلبه اليوم وعلى يعني عوده قوية لطلبة في جميع المدن الجامعية الجزائرية، بليدة، عنابة، وهران، تلمسان، نتكلموا فيها وإلا تفضل نشوفوها مع المشاهدين نتاعها ونعاودوا نتكلموا فيها. يلا أستاذ، خلينا نعرضك تشوف يعني تابع لك، كنت تتابع فينا قبل ما تكون هنا، ومع مشاهدينا نشوفوا هذا الفيديوهات في مجموعة من المدن الجامعية في الجزائر. Yeah.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في كل مكان، أنتم الذين التحقتم بنا هذه اللحظة، تغطية الخاصة مباشرة من تلفزيون المغاربية، وضيفنا فضيل العيش. فضيل العيش أستاذ، شفنا بليدة الجزائر وهران وعنابة وقسنطينة في مسيرات طلبة الجامعيين، في مسيرات شفنا شعارات والله ما نديروا الانتخابات حتى بدوي بن صالح يطيروا، مدنية ماهيش عسكرية. كيفاش يقرأ الأستاذ هذا النفس الجديد لهذه المسيرات الطلابية؟ أستاذ عبد الصمد، هو شعار قوي للطلبة في هذه في يوم الثلاثاء، وهم يصرحون وينادون بأنهم صامدون ولم يذهبوا إلى الانتخابات. أنا ما فهمته، نحن أمام خطين متوازيين، السلطة الفعلية في سكة معينة والحراك في سكة معينة، لا يمكن لهما الالتقاء إلا عند تفاهم جدي وحوار جدي على طاولة المفاوضات بين السلطة الفعلية وبين شباب الحراك وبين المجتمع الجزائري، من أجل الذهاب إلى دولة ذات مبادئ ذات أسس، لدولة ديمقراطية التي تمنها الجدود والأبناء والآباء. هذا طيب، وجهة نظرنا. أعود إليك الأستاذ فضيل العيش حتى نناقش هذه الشعارات، لأنه يلتحق به الطالب عصام الأخضري، طالب جامعي جامعة تلمسان، راح يكون معنا في هذا الموعد، وراح نتكلم أولا على هذا الزخم على مستوى الجامعات، الطلبة في اتصال مع بعضهم يعرفوا هذا الأمور. مرحبا بك عصام الأخضري، شكرا على كونك معنا. مرحبا استاذ عبد الحي، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناه المغاربيه. الله يسلمك عصام. عصام، حبينا نعرف اليوم يعني قراءتك لهذا العوده الكبيره والزخم اللي نشاهدوا فيه اللي كان غاب، كيفاش تفسر هذاك الغياب خلال الصيف، وكيفاش تفسر هذا العوده الضخمه اليوم؟ نعم استاذ عبد الحي، بداية عاشوراء مباركة لطاقم المغاربية وكل الأمة الإسلامية. اليوم خرج الطلبة كعادتهم منذ 26 فبراير للشوارع لمساندة الشعب الجزائري في حراكه الوطني ومجددين مطالبهم الشرعية التي لم ينزحوا عنها منذ الأيام الأولى للحراك. اليوم لاحظنا في الحراك الطلابي ضخ دماء جديدة، ضخ نفس جديد للطلبة في بداية هذه السنة الدراسية. اليوم الطلبة عادوا بقوة إلى المسيرات، مسيرة كبرت نوعا ما، مسيرة الطلبة ازدادت السمكة تاعها، ازداد عدد الطلبة في المسيرات اليوم، خصوصا وأن الطلبة استطاعوا أن يجتازوا مرحلة صعبة في الحراك الطلابي وهي العطلة الصيفية ونهاية السنة الدراسية. من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع الحراك الطلابي سابقا أو في هذا الصيف الفارط، هناك بعض الطلبة من يعني أدرك في مخيلته، أدرك بأنه تحققت أشياء في الواقع واطمأن نوعا ما وخرج من الحراك، وهناك بعض الطلبة الذين يعني أثرت عليهم أحوال الجوية، أثر عليهم حر الصيف ولم يستطيعوا أن يتواجدوا في مسيرة الطلبة في موسم الصيف، وهناك أيضا بعض العواقب الأخرى مثل نهاية السنة الدراسية وفراغ الإقامات الجامعية من الطلبة وذهاب الطلبة إلى بيوتهم البعيدة نوعا ما عن المدن الرئيسية مثلا هنا في مدينة تلمسان. الحمد لله اليوم لاحظنا عودة يعني نوعا ما عودة يعني طلبة كما كانوا من قبل، يعني ما زال الطلبة لن يرجعوا 100% إلى جامعاتهم. نحن في يعني في هذا الشهر شهر سبتمبر، الجامعات الجزائرية ما زالها في الامتحانات الاستدراكية، يعني الطلبة لن يرجعوا كلهم إلى الجامعات. نتوقع في يعني أواخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر سيعود إن شاء الله الحراك الطلابي كما كان في بدايته 26 فبراير.
جميل، كلام جميل. يعني قراءة في المشهد، قراءة منطقية. قال في الصيف كانت ارتباطات، كانت عطل، كانت أعراس، كانت رحلات، كان واليوم عودة الطلبة، وما هيش عودة كاملة لأنه فقدت امتحانات الاستدراكية للسنة الماضية. ولكن ما يجب أن نشير إليه أيضا أستاذ عصام الخضاري هو هذا التوحد يعني والاستمرارية في الشعارات. الشعارات لم تختلف، يعني رفض الدولة العسكرية، رفض التوجه إلى الانتخابات في مثل هذه الظروف. كيف تقرأ الشعارات؟ وأهم شعار اليوم نتابع فيه في تقريبا كل الجامعات يقول صامدون صامدون للانتخابات رافضون. في رأيك لماذا، يعني ماذا تقرأ في هذه الشعارات عصام؟ نعم، ما نلاحظه يعني على مستوى ربوع الوطن الجزائري أن الطلبة أدركوا أنها معركة وعي، وأن الطلبة لديهم حمل ثقيل ملقى عليهم بما أنهم الطبقة المثقفة والنخبة الجزائرية. الطلبة قبل أن يخرجوا في أي مسيرة يوم الثلاثاء يدرسون جيدا، يدرسون المستجدات الجديدة، خاصة وأن في هذه المرحلة الأخيرة انتخابات ولجنة كريم يونس واستدعاء الهيئة الناخبة. الطبقة يدرسون جيدا هذه المستجدات ويحضروا لشعارات، يحضروا للافتات التي يخرج بها يوم الثلاثاء. ويعني بالتنسيق الوطني، هناك تنسيقات تجرى وطنيا بين الطلبة، يتفقون جميعا في العاصمة، في قسنطينة، في وهران، في تلمسان، على أن يخرجوا في شعارات موحدة. ولاحظنا يعني مؤخرا خاصة في مسيرة اليوم يعني الطلبة الجزائريين رافضون للانتخابات التي ستجرى يعني في الايام القادمه او الشهور القادمه، رافضون للجنه الوساطه كريم يونس. الطلبه يعرفون جيدا ان لجنه كريم يونس هي لجنه مخادعه، يعني لجنه يراد منها، يراد من الشخصيات والقوى السياسيه وبعض الطلبه الذين سيشاركون في هذه اللجنه، يراد منهم ان ينقلبوا على الشعب الجزائري، يراد منهم ان يخادعوا الشعب الجزائري، يراد منهم ان يناوروا الشعب الجزائري بحوارهم مع هذه اللجنه. الطلبه الجزائريين رافضين للانتخابات. لماذا؟ نحن لم نفض الانتخابات يعني تشكيكا او متهمين المؤسسه العسكريه، ربما المؤسسه العسكريه لها نوايا حسنه في خروج الجزائر من الأزمة، ولكن رفضنا الانتخابات لأننا لا نثق في العصابة الحالية. عندما يكون لك وزير يعني أول له خبرة كبيرة في التزوير، لا يمكن إجراء انتخابات مع وزير مثل هذا، وزير بدوي له خبرة يعني كبيرة وله يعني قناعة كبيرة في التزوير، لا يمكن إجراء انتخابات مع ولاة مزورين، لا يمكن إجراء انتخابات مع رؤساء بلديات ورؤساء دوائر مزورين. نعم. الانتخابات ليس وقتها في الحال، وهناك يعني ما زال بعد 22 من فبراير. عصام، يبدو لي للأسف فقدنا عصام الخضاري. نرجو من الإخوان في الكنترول إعادة الاتصال بالأستاذ عصام الخضاري حتى نواصل الحديث في هذا المسألة المتعلقة بشعارات مسيرة الطلبة. عندنا الكثير من الفيديوهات مشاهدينا في كل مكان اللي تصور هذا الحضور المكثف للطلبة اليوم. قبل ما نجيك أستاذ فضيل العيش نشوفوا معا هذا الفيديو في قلب العاصمة الجزائرية.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. يبدو لي مسيرة هذه راهي ماهيش مسيرة الجمعة سي فضيل، هذه راهي مسيرة اليوم الثلاثاء في قلب العاصمة. كيفاش تقيم هذا الحضور المكثف جدا اللي يبدو في الصورة؟ حقيقة لست أدري، عدم وجود التواصل بين الشارع والسلطة، أو هذه السلطة ليست لها عيون لنقل ما هو واقع في الميدان. وأقول لو كان لجزائرنا الحبيبة مع هذه سبر الآراء لهذه المحاد لا تجيل أجابت بما لا مجال للشك أن الشارع في واد والسلطة في واد. الآن هذا الشباب وهذه الفئة، يعني الفئة المثقفة، فئة الطلابة، فئة المستقبل، راح تقول نحن جئنا لنحرركم، نحن جئنا إلا نعود من جديد لبناء كادر من جديد، نحن جئنا لنتحرر بصفة نهائية، نحن جئنا إلا تعود ثروتنا للعصابة. يعني ما يقوم به الشباب كانت صورة واضحة، كانت ميساج مؤكد، يريدون الذهاب بدولة، بدولة المؤسسات التي يسعى لها حاكم ومحكوم. طيب معليش، اليوم أستاذ دائما أنا نكرر هذا السؤال لطلبة ومشاهدين الأكارم اللي كانوا يشوفوا فيهم الآن في الشارع، هذا ما يمثلوش يعني يا أستاذ في رأيك أنت ما يمثلوش جزء من العملية الانتخابية؟ جاوبني يعني بنعم أو لا. هما الانتخاب فقط، هما الانتخاب، هذا هما الانتخاب. أنا أرى هذا السؤال ليس للبحث عن إجابة، لا حقيقة، ولكن سؤال استدلالي. هذا هما يعني أنت في رأيك كمختص في القانون، من هما الهيئة الناخبة؟ مختص في القانون وشاركت في عدة عمليات انتخابية. طيب هما الانتخاب، هما عين الانتخاب. بالصحة اللي يشوفهم كما هذه ويقولوا للانتخابات رافضون ورايح للانتخاب، وش يحب يقول؟ اشرحها لي هذه برك يعني، واشرحها للمشاهدين. للأسف الشديد ذهاب للانتخاب وإطالة أماد النزاع وإطالة أماد الخصومة. للأسف الشديد لو ذهبنا في الانتخاب في بداية الحراك لقلنا ممكن فيها حلول، لكن الآن بعد 7 شهور وهم مصرون يقولوا احنا رافضون صامدون للانتخابات رافضون. ايه والله ما نفوتوا والله ما نديروا حتى يروح بدوي وبن صالح يطيروا. هذا يعني جاي كشرط وجواب الشرط في الجمله. نعم. ما نديروا حتى بدوي بن صالح يطير. في رايك انت ثاني في هذا السياق القانوني، هل فيه منفذ قانوني، منفذ دستوري، نظرا لانه يقول لك رانا مهتمين بالدستور ورانا متمسكين بالحل الدستوري، هل فيه منفذ دستوري لاجراء الانتخابات مع ذهاب بدوي بن صالح؟ صحيح لوكا، صحيح، لأن كل المؤسسات الموجودة حالي للأسف الشديد فهي مؤسسات غير دستورية. انظروا مثلا الآن يطرح قانون الانتخابات على المجلس الشعبي الوطني اللي هو ليس ممثل للشعب. كان من الأجدر، قلنا من البداية لو كان بيان دستوري متشكل من 10 مواد فقط، لا نذهب إلى أبعد الحدود، من 10 مواد ونحدد أساس بناء الدولة، انتخابات، رئاسة جمهورية، مؤسسات، وننطلق. الآن ذهب إلى انتخابات، وأنا الآن اطلعت على جزء من مشروع الانتخابات. هذه لجنة الحوار راها قالت احنا لجنة دائمة، ما كاين حتى في الدول المقارنة في العالم. الهيئة العليا للانتخابات هي هيئة مؤقتة تأتي لمرحلة معينة، هي قالت نحن دائمون، يعني وكانها تسطو على الدستور وعلى المؤسسات كامله، قالت انا كلش. وهي حتى في المشروع اللي درته، مشروع يعني ما نقولوش مضحك لكن مخالف القانون، قال لك اللي ما يعيش في الجزائر اكثر من 10 سنوات ما عندوش الحق يكون. يا صاحبي هل اللي يعيش في الجزائر واللي لا يعيش في الجزائر به نستطيع ان نضع معيار الوطنيه؟ هذا اقول لا وثم لا وثم لا. اذا كان من الاجدر على السلطه الفعليه، ولم يفوت الحال، الجزائر انتظرت سنوات وسنوات ولم يفوت الحال، تنادي لهذا الشباب على طاولة الحوار وتحل هذه الإشكالات بهدوء بهداوة. ووجود الحل موجود. أعود إليك أستاذ فضيل العيش. عصام الخضاري،
حسام الخضاري، إذا كان جزء من العملية الانتخابية هؤلاء الطلبة اللي راهم اليوم في الشارع واللي راهم يرفضوا الانتخابات، في رأيك واش يقدر يكون في التقرير نتاع كريم يونس لعبد القادر بن صالح بخصوص العملية الانتخابية؟ لما يتسأل كريم يونس قال واش درت لنا في العملية الانتخابية؟ قال هنا درنا الورق هذا ودرنا الحوار مع هذه الجمعيات ودرنا اتصالات. ولما يتسأل واش درت لنا في الهيئة الناخبة، كيفاش رايح تكون الإجابة نتاعو سي عصام؟ نعم، فيما يخص يعني لجنة كريم يونس والتقرير اللي قدمه رئيس الجمهورية بعد لقائه يعني بأحزاب، يعني تسمى أحزاب الموالاة 20 حزب أو ما يقارب ال 20 حزب، هي كلها أحزاب صنعتها المخابرات الجزائرية سابقا، كلها احزاب يعني مواليه لبقايا نظام بوتفليقه. ايضا قال بانه التقى ازيد من او تناقش ازيد من 4000 جمعيه، يعني لا ندري من اين اتى بهذه الجمعيات، لا ندري من اين اتى بهذا يعني المجتمع المدني المزور سابقا، كلها او معظمها جمعيات هي ايضا مواليه للنظام السابق. التقى يعني بشخصيات يعني كلها هي كذلك مواليه لبوتفليقه سابقا وهي ايضا مواليه الان للنظام الحالي، يعني هي لجنه لا نعرف نهايتها اصلا وتحوم حولها كثير من الشكوك، وانها يعني لجنه يراد اعطاؤها الشرعيه السياسيه فقط بفضل هذه الاحزاب موالات، يراد اعطاؤها الشخصيه، يراد اعطاؤها الشرعيه السياسيه فقط، والانتقال الى وضع قد لا يكون ديمقراطيا، ومن بعدها يلام كل من جالس هذه اللجنه، يلام وتبادل وكل يلام كل من جالس هذه اللجنه وتبادل معها اطراف الحديث، تلام الشخصيات الوطنيه وتلام القوى السياسيه ويلام ايضا الطلبه الذين شاركوا في الحوار مع كريم يونس، كلهم يلامون مع هذه اللجنه وسيندمون حينما لا ينفع الندم. نحن نقول للقوى السياسيه وكل الطلبه الجزائريين وشباب يعني حتى شباب الحيرات الذي ادعى كريم يونس انه التقى معهم، هم شباب ثبتت يعني ادانتهم، ثبتت ترشحهم سابقا في قوائم الافلان وقوائم الارندي من ولايه الاغواط وغيرها، شباب الذين جلسوا يعني كريم يونس. نقول لكل القوى السياسيه والطلبه خاصه وشباب الحيرات لا تذهبوا الى كريم يونس، ربما يراد بهذه اللجنه، يراد بهذه الشخصيات ويراد بالطلبه خاصه ان ينقلبوا على اراده الشعب الجزائري. فيما يخص الانتخابات، نحن كطلبه مثل الشعب الجزائري نرفض الانتخابات هذه التي تدعو اليها العصابه الحاكمه، يدعو اليها النظام، نرفضها لانها ليس وقتها يعني حاليا ليس وقت مناسب لاجراء الانتخابات، بما انه ما زال لحد الان وبعد 22 فبراير الاعتماد للجمعيات يعطى الاعتماد للجمعيات حسب الولاء، يعطى الاعتماد للاحزاب حسب الولاء، حسب نسبه الشتاء لديهم، واذا استمر النظام الحالي في هذه السلوكات سوف يرجع الفساد كما كان من قبل، وسوف تذهب عصابه وتحل محلها عصابه اخرى. لا يمكن اجراء الانتخابات لان العصابات على المستوى المحلي، عصابات على مستوى الولايات مثل ولاية تلمسان وغيرها ما زالت وفية للجنرال توفيق، ما زالت وفية للأثلان، ما زالت وفية للاستخبارات الفرنسية. العصابة في الولايات، العصابات المحلية ما زالت متماسكة وما زالت وفية للوبي الصهيوني. نقول لكل الطلبة ولكل الشعب الجزائري يعني حتى الشباب، حتى الشباب هناك من لا يملك حتى بطاقة الانتخابات، حتى بطاقة الانتخاب لا يملكها الشباب، كيف لنا أن نذهب إلى انتخابات يرأسها رئيس دولة، رمزها رئيس دولة كان من أكبر المزورين، كيف لنا أن نذهب إلى انتخابات يعني فيها ولات ورؤساء بلديات لديهم غريزة التزوير، لديهم عقيدة التزوير منذ القدم. تساؤلات في عمق القضية عصام الخضاري يبقى معنا حتى نعيد طرحها بشروطها مع الأستاذة فاتحة حرويبي المحامية والناشطة الحقوقية التي التحقت بنا الآن. أستاذة فاتحة حرويبي، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. مرحبا بكم، أهلا بك أخي عبد السميع، وأهلا بقناة العربية، وأهلا بأستاذي الكريم فضيل العيش الحاضر معك. الله يبارك فيك أستاذة. أستاذة فاتحة حرويبي، كنت تابعي معنا هذا التدخل نتاع الأستاذ فضيل العيش ونتاع الأستاذ عصام الخضاري،
ولكن الشعار المهم في المطروح في مسيرة اليوم هي والله ما نديروا الفوت حتى بدوي بن صالح يطيروا. كيفاش تقري انت هذا الشرط وكيفاش تقري هذا المقدمة في رأيك؟ يعني هل ذهاب بدوي وبن صالح يعد نوع من حنة اليد، يعني نوع من حسن النية للذهاب للتغيير؟ هو بالنسبة لمطالب الشعب فقدانهم للثقة في هذا النظام، يعني من حقهم يرفضون انتخابات في ذل آليات هذا النظام، يعني لأنه نلاحظ يوميا يعني فيما يخص الأوضاع، تجد يعني أي لما تقول كل أي انتخابات في ظل يعني سياسة محاولة تكميم الأفواه وتعتيم كل رأي وصوت مخالف لخارطة طريق النظام الحالي. يعني أي انتخابات أمام منع اجتماع الأحزاب المعارضة والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، أي انتخابات في جو مكهرب من منع وقمع واعتقالات وتعتيم إعلامي وكذب ومراوغة على مطالب الشعب، أي انتخابات مع حتى غلق كل مساحات الحوار والنقاش داخل المجتمع. يعني أخي، الديمقراطية الحقيقية تفرض فتح كل فضاءات التعبير واحترام الحريات العامة والفردية، فالشرطة الحالية ماذا تعمل؟ تعمل على قدنا فاتحة حرويبي. نتكلم أستاذ فضيل عيش حتى نستطيع استعادة الاتصال بفاتحة حرويبي، نتكلم في ذات الموضوع. هل يعتبر الأستاذ فضيل العيش مثلا ذهاب بدوي وذهاب بن صالح كجزء من عملية، وحتى نرجع ثاني نتكلم معك في نفس الموضوع من وجهة النظر القانونية في البروتوكولات يعني ومجلس الوزراء الأخير، ولكن في هذه لأنه مطلب شعبي باين باللي مشروط على الأقل نوع من الإجراءات السريعة للمضي نحو الحديث عن الانتخابات؟ لا، فعلا هو جزء من الحل، إن هذا الطريق العائق بالنسبة للشعب. عندما ذهب هذا الذين أثبتوا تورطهم في التزوير الممنهج إداريا، ذهاب بدوي والذهاب بن صالح ويجعل جزء من الحل وبداية الذهاب إلى حوار، إلى حوار حقيقي. مثل ما قال زميلتي، عندما الشعب يفقد الثقة، وعندما تفقد الثقة من هيئة معينة لا يمكن لهذه الثقة أن تكون حاكمة عليك. حتى في حالة المحاكمة، في حالة الوساطة، يجب أن الوسيط يكون نوتر، يكون صافي. أنت تقدم لي وسيط أو مسؤول مشكوك في أو مشكوك في نزاهتي، ولكن ليس مشكوك، يعني سابق له وان قام بأعمال معينة بالمفهوم القانوني، عنده سوابق. بالضبط، له سوابق، وسوابق هي حالية حانية. الأمر الذي ما ينادي به الحراك إلى يوم وما زال ينادي، يقول نريد أن نبني وطن ولا نريد من جديد أن يأتينا فرعون من جديد. يقول شباب الحراك، يقولوا لن نضيع هذا الوطن الآن، الآن نحن حارسون على هذا الوطن، شبابنا لا يفر إلى الخارج، شبابنا يبقى في بلدي. إذا مطالب هذا الشعب ليس الانتخاب، الانتخاب هو وسيلة، وهي وسيلة حضارية. كل الشعب الجزائري في العالم لا توجد طريقة حضارية ديمقراطية أكثر من الانتخاب، ولكن الانتخاب بشروط معينة معروفة. انظر جيراننا، دائما ننظر مثل جيراننا في تونس. أنا منبهر بكم، أنا منبهر بكم أيها الجيران. لماذا؟ الحملة التي تمر في تونس يعني منبهر لها بكل أمانة. ما هوش عيب نأخذ منها، ما هوش عيب نأخذ تجربتها ونمشي، لأنها تجربة سليمة في بداية الطريق. إذا شباب الحراك نقول له صورة مميزة، الشعب الجزري مميز كغير مميز على غيره من الدول، وبالتالي صورته مميزة أبرهة العالم ولن يتراجعوا أبدا. يجب طيب على السلطان يكون حوار بينهم. أستاذة فاتحة حرويبي، عودة الالتحاق بنا، وكان الأستاذ فضيل العيش يتحدث عن شعب مميز بثورة مميزة. في رأيك فاتحة حرويبي، ما هي الإجراءات المميزة التي يمكن اتخاذها وتجعل العبور إلى دولة ديمقراطية مميزة سهلا ومرنا؟ على كل حال نرجع للموضوع. نعم. أخي عبد السميع، قلنا بالنسبة للديمقراطية الحقيقية في الدولة الجزائرية،
لابد ان تفرض لنا كل او تفتح لنا كل فضاءات التعبير واحترام الحريات العامه الفرديه. الشرطه الحاليه قلت لك تعمل على فرض قراراتها على الشعب وتصر على الذهاب للانتخابات في هذا الجو الحالي المكهرب. لن تزيد الا بتعقيد الازمه وتتحمل مسؤوليه ما ينتج عن هذا الضغط. بالنسبه لمشكلتنا نحن في الجزائر انها لا تملك اراده سياسيه حقيقيه، لانه لو كانت عندها اراده حقيقيه لقامت مؤسسات الدوله بدورها الحقيقي ولا يعرقلها احد. فلو توفرت يعني الاراده السياسيه الحقيقيه تفرض تعديل قانون الانتخابات وانشاء لجنه مستقله واعضاؤها تكون عندهم كل صلاحيات والضمانات لممارسه عملها باش ترجع ثقه في الشعب. بالنسبه للسلطه هنا بالنسبه تقول لي رحيل بدوي ولا رحيل رحيل بدوي من مطالب ولا الحراك الشعبي، نعم نحن ضد نحن ضد بقائه، لكن السلطه اذا لجأت بتعيين اشخاص اخرين كانوا متورطين معهم في النظام، هنا السلطه لم تقم بتغيير الحكومه تغييرا جذريا، انما قامت بتبديل وجوه فقط. فالتغيير الحقيقي اخي لابد من تعيين رئيس الحكومه يكون اكثر مصداقيه من الشعب. هذا هو التغيير الحقيقي. الوزراء كذلك يكون عندهم كفاءات وطنيه، لا تنتمي الى احزاب، ما يكونوش تكون غير متحزبه، لا تنتمي الى احزاب سياسيه. ليس لها طموحات سياسيه كذلك باش نضمنوا حياد الاداره. كذلك الحكومه اخي وفق القواعد الدستوريه الحاليه حكومه لا قيمه لها. لا قيمه لها، لماذا؟ لان الوزراء يعني لا يملكون صلاحيات، واكبر من يملك صلاحيات هو رئيس الدوله. ما انت انا نرحل لك الحكومه تاع بدوي ونجيب لك اشخاص اخرين والصلاحيات اكبر صلاحيات هي في يد بن صالح، ما الفائده في تغيير الحكومه؟ والحراك يطلب ليس برحيل الحكومه فقط بل حتى برحيل بن صالح. اذا الحل الحقيقي الذي اجده انا بين مطالب الحراك برحيل بن صالح وبين تمسك السلطه الفعليه ببن صالح، انه اذا كانت السلطه الفعليه تريد فعلا فعلا تغيير جذري حقيقي، نرجع لاحكام الدستور يمكنه اللي تقول حتى لا اخطئ الماده 101 الفقره 2 انه تقول يمكن لرئيس الدوله بتفويض صلاحيات المنصوصه في هذه الماده 101 من الفقره 2 تفوض صلاحيات للحكومه. هنا ممكن الحراك الشعبي تستعيد له الثقه لما يلقاو انه بن صالح مجرد شكل، ما دام ما حبوش يخرجوه، مجرد وجوده شكليا وكل صلاحياته التنفيذيه هي الحكومه. فهنا لا اعتقد ان الشعب يمكن ان يعترض، لكن ارجع واقول طيب. يجب ان يكون الوزراء اكثر مصداقيه من طرف الشعب، يكونوا ذو كفاءات ومعهم إيه؟ حتى طموحات طيب. سياسيه، هذا هو الحل بالنسبه لي والله طيب أنا. ابقي معنا أستاذة فاتحة حرويبي. هناك من جزء مما أشارت إليه الأستاذة فاتحة حرويبي يعتبر لمسات فنية قانونية كفيلة بإعادة الثقة لما تتوفر الإرادة السياسية. أستاذ فضيل العيش، لعل هذه اللمسة من بينها هي بن صالح في الدستور الحالي يحق له أن يمنح صلاحيات كبرى للحكومة، وربما استبدال هذه الحكومة بحكومة أكثر يعني احترافية وأكثر مصداقية لدى الشعب رايح يكون خطوة أولى. لا هذا ما فهمت أنا بالنسبة لي وربما لمشاهدين هذا وش فهمه أستاذ فضيل. أنا نوافق زميلتي المحترمة في هذا الطرح، لأن الدستور ليس هو شيء جامد. الدستور هو كاين الدستور المكتوب وكاين روح الدستور. إذا كان في روح الدستور ويقوم بهذا الإجراء رئيس الدولة الحالي من أجل خدمة الشعب فالشعب يرحب بذلك حتى في حالة مخالفة الدستور لمصلحة الشعب، لأن الشعب هو مصدر السلطات. وبالتالي إذا كانت إجراءات يقوم بها رئيس الدولة لخدمة الشعب نسميها مرونة الدستور. وبالتالي مثل ما يقال أهل القانون الدستوري حتى القياس، يعني يمكننا أن نقيس رئيس الدولة يكون أمام أشياء معينة يمكنه يأتي بمخرج، المخرج الذي يخدم الشعب فنحن نرحب به، وهذا هو الحقيقة. نعم، ولكن نعود إليك في هذه المسألة بالضبط أستاذ فضيل العيش في قراءة قانونية لانعقاد مجلس الوزراء الأول بعد رحيل طبعا بوتفليقة.
مقالا ومطرودا من الشعب الجزائري، انعقد المجلس الوزراء ترأسه عبد القادر بن صالح، ولكن لقينا عبد القادر بن صالح يأتي في الصف الثاني نائب وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي الدرجة الثالثة يأتي رئيس الحكومة. هذا التوزيع البروتوكولي الجديد عن ماذا نجم؟ يعني عن تغيير في الدستور، عن تغيير في الأشخاص، عن تغيير في يعني في المواقف، في المواقع لا نقول للأسف الحكومة تعيش في اضطراب، وعندما نعيش في اضطراب لا نفكر بهدوء، وهذا الشيء اللي راه واقع. هي أمور شكلية فقط، هذه الاجتماعات ما دام عدم وجود حكومة شرعية التي تركها المخلوع قبل استقالته بيوم أو بيومين، قام بتعيينها. هذه الحكومة هي أصلا فيها حكومة غير شرعية، كل ما هم يقوم به هو إجراء شكلي وليس موضوعي، ليس مثل ما ينص الدستور. نصوص دستورية مثل ما قلتم هي واضحة في هذا المجال، ولكن حاليا الدولة أو الحكومة هي أمام مأزق. إذن عندما تكون أمام مأزق تقوم بمخرجات معينة لمحاولة إظهار للعالم، لإظهار للجمهور الكريم أننا قمنا بمجلس وزراء ونحضر قانون انتخابات وهلا مجر. وقانون الانتخابات هذا كيفاش أموره أستاذ؟ يعني والتغييرات اللي راهي مقترحة والجديد اللي فيه، يعني تمنيت لو كان تعطينا عليه فكرة. يعني باختصار شديد، نعم، هي من ناحية الإجرائية، ما دام كلش لم يتغير بعد، من ناحية الإجرائية ليس وزير العدل هو الذي يقدم مشروع قانون الانتخابات، هو وزير الداخلية. إذا حبينا نكونوا إجرائيين، وزير الداخلية مليح ولا مش مليح هو الذي يقوم بتحضير هذا القانون. احنا لاحظنا باللي وزير العدل هو الذي قام بتحضير هذا القانون، واليوم هو نظن أمان من الشعب الوطني. وانتم ورايحين نرجعوا للمجلس الشعبي الوطني معاك يا استاذ باش نتكلموا. هذا المجلس الوطني اللي راهو الان تحت يعني سيف العداله، وتحت مساله المطالبه بنزع الحصانه عن الكثير ممن هم فيه الذين بدورهم سيناقشون يعني مساله الانتخابات. استاذه فاتحه حرويبي، في هذه المسألة بالضبط وفي مناقشة الحكومة والمجلس الشعبي الوطني لهذه المسألة، خارج الدستور لا تريد أن السلطة الفعلية أن تقول أنني أعمل، فهي تقول أن نحن متمسكون بالحل الدستوري. كيف يمكن في خضم هذا الحل الدستوري أن نسمح بتجاوز الدستور؟ أستاذة فاتحة حرويبي. نعم، يبدو لي ما هيش تسمعنا الأستاذة فاتحة. أستاذة فاتحة راكي معنا؟ نعم، يبدو لي فيه يعني صعوبة في أنها تسمعنا. أستاذ عصام الخضاري، مجددا نرحب بك ونقرأ معا، ما الذي يمكن أن يعني كأنه تقديم عربون صدق وحسن نية للطلبة الجامعيين في رأي عصام الخضاري؟ يعني هي مناورة تقوم بها السلطة لإغراء الطلبة وإسكاتهم، وإغراء يعني هم لا يغرون الطلبة الأحرار، هم يعني متعودون على إغراء المنظمات الطلابية الكاشيرية الهشة التابعة لهم التي قاموا يعني باختراقها وإضعافها، وقاموا أيضا بإنشاء منظمات أخرى موالية وموالية للنظام والسلطة الحالية، موالية للعصابة. هي عبارة عن إغراءات يعني طلب الأحرار بعيدين كل البعد عنها، كما أن الطلبة الذين اجتمعوا مع كريم يونس في لجنة كريم يونس هم أيضا من المنظمات، وهم أيضا موالين للعصابة. نحن نتبرأ من هؤلاء الطلبة الذين شاركوا مع كريم يونس والذين هم في اتصال مع السلطة يعني والعصابة الحالية. قلنا لجنة كريم يونس هي لجنة مرفوضة من طرف الطلبة ومرفوضة من كل الشعب. معقول، ولكن عصام الخضاري السؤال ربما يتعلق بما هي في تقييمك وفي تقييم الجزء الكبير من الطلبة الخطوة
التي من المفروض أن تقوم بها السلطة الفعلية وتكون عبارة عن مشروع حسن النية للتغيير الحقيقي. نعم، هي في البداية يعني استجابة لمطالب الطلبة، استجابة للأصوات التي تعلو من طرف الحراك الطلابي والتي تدعو إلى يعني تنحية بدوي وبن صالح وتنحية الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة كفاءات، حكومة أشخاص وشخصيات وطنية تلقى الإجماع الوطني. يعني تنحية بدوي وتنحية بن صالح هي مؤشر إيجابي للطلبة الجزائريين بأن نوايا السلطة الفعلية هي نوايا حسنة وهي تدعو إلى الخروج من الأزمة بشكل صحيح. يعني تنحية بدوي وتنحية بن صالح هي جرعة ثقة من السلطة الفعلية إلى الحراك كافة وليس إلى الطلبة خاصة. ثانيا يعني إنشاء حوار جاد تكون تترأس فيه الشخصيات الوطنية النزيهة، شخصيات الأحرار، يعني شخصيات الأحرار التي لم تكن لها أي تصرفات أو علاقات سابقة مع النظام ومع العصابة السابقة. كلها يعني هذه إجراءات تقوم بها السلطة لتثبت يعني الطلبة، إضافة إلى يعني محاسبة الفاسدين واسترجاع المال العام، إضافة إلى يعني تخفيف الضغط الأمني على العاصمة وترك المواطنين وترك الطلبة للدخول العاصمة للمشي في مسيرات يوم الجمعة ويوم الثلاثاء، إضافة إلى يعني مؤشرات ويعني سلوكات إيجابية منها تخفيف يعني الضغوطات والحصار على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كلها يعني تصرفات ممكن أن تكسب بها السلطة الفعلية ثقة الطلاب وثقة الشعب الجزائري. فيما يخص يعني لجنة الحوار المرفوضة من طرف الطلبة، هي لجنة قلنا ليست سيدة في قرارها. طالبت اللجنة بتنحية بدوي وتنحية بن صالح وتخفيف الضغط الأمني على العاصمة ورفع الحصار على وسائل الإعلام، لكن لم تستجاب أي من مطالبها، لم يستجاب أي واحد من مطالبها، وهي مواصلة في يعني في لقاءاتها ومواصلة في استدعاء الهيئة الناخبة. لم تستجب مطالبها وكريم يونس مواصل في يعني في إجراءاته. هذا ما يدل على أن لجنة الوساطة هي لجنة غير سيدة في قرارها، ولجنة يعني تتكون من شخصيات بسطاء. ما يقوله الطلبة والنخبة المثقفة، نطلب من السلطة الفعلية أن تعطينا مؤشرات إيجابية لكي نثق في أن الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة، انتخابات تخرج لنا رئيس شرعي ينتخبه الجزائريين. نطلب من السلطة الفعلية نحن كطلبة أن يعني أن تتخلى على سلوك الاستعلاء، أن تتخلى على سلوك فرض أمر الواقع. يعني بالمعنى أني جبت لك الانتخابات، درت لجنة الحوار رغما عن أنفك، تتبع هذه المخطط، تنتبع هذا المسار رغما عن أنفك، ونحن نرفض هذه السلوكات، سلوك الاستعلاء وسلوك فرض أمر الواقع. طيب ابقى معنا عصام الخضاري. أستاذة فتيحة، كنا نتكلم في هذا المسألة ونتكلم على تغييرات كثيرة وقعت على مستوى الكثير من المؤسسات، على مستوى الكثير من الإدارات، قرأها المتتبعون وقرأها الكثيرون على أساس أنها إعادة تشكيل النظام القديم بشخصية جديدة، قرأها آخرون أيضا على اعتبار أن السلطة الفعلية الحالية وعلى رأسها قيادة الأركان وفيها قائد الأركان أحمد قايد صالح عبارة على التأسيس لدولة أخرى بشخصيات أخرى يعني موالية لهذه السلطة الفعلية الحالية. كيف تقرأين هذه التغييرات؟ وهل هي في سياق الذهاب إلى الانتخابات؟ هل هي في سياق الإبقاء على النظام وإعادة رسكلته؟ حاليا انه الدوله تريد ان تقمع الحراك الشعبي على انه هي تكافح الفساد، وكانها بمكافحتها الفساد ستنجح في نزعه او في تجاهله لمطالبه. فعمليه مكافحه الفساد يعني لم تنجح في نزع من يد الشعب حقه في المطالبه باسترداد حقه في السياده وفق الماده السابعه. فاخي بالنسبه للشعب نريد
توفير ظروف يعني اكثر نزاهه من اجل الذهاب الى الانتخابات. والظروف الحاليه الموجوده للاسف ظروف ضمان التزوير وليس يعني ظروف ضمان النزاهه. فالطريق الذي يجب ان نسير اليه لتحقيق هذه المساله واضحه وسهله، لكن النظام ماذا يفعل؟ دائما يقوم بالالتفاف حول هذا الطريق، وهو الذي يشكل اشكاليه ويجعل الشعب لا يثق في هذه الانتخابات. فالشعب متفق فعلا او مدابيه ان يروح للانتخابات، لكن وتكون انتخابات قلنا نزيهه وتكون بتوافر شروط قانونيه وكذلك حتى شروط سياسيه ما بما فيها يعني الشروط القانونيه، يعني حتى الاحزاب وحتى اللجنه وحتى الشرطه تقول لك باللي لابد من الذهاب للانتخابات، اوكي نروح للانتخابات، لكن هل هذه الصلاحيات يعني اللي راح تمدها للجنه هل حتخليها تعمل او تقوم بعمليتها الانتخابيه من بدايتها الى نهايتها بكل نزاهه يعني بدون ضغط عليها؟ يعني بنروح الانتخابات يا اخي لابد من تكون شروط قانونيه وسياسيه. اولا بالنسبه للشروط القانونيه انه لابد من وجود لجنه مستقله، وتكون هذه اللجنه تكون فيها اعضاء قلنا يكونوا اكثر نزاهه. كذلك لابد من تعديل الانتخابات، فتعديل قانون الانتخابات وهنا الصلاحيات راهي كلها للإدارة. كذلك الشيء اللي غفلنا عنه هو ما كانش رئيس مجلس دستوري حاليا، لابد من تعيين رئيس مجلس دستوري حتى يكون عنده وتكون عنده أكثر مصداقية من أجل أن نضمن أن الهيئة التي تمارس الرقابة بعد الانتخابات يعني فيما يخص التورون إلى آخره تكون أكثر مصداقية. وكذلك حتى الشروط السياسية اللي من بينها رحيل البدوي قلت لك من قبل أنه لابد من تعيين أعضاء حكومة أكثر نزهة إلى آخره في مناصب الوزارة بشرط ثقة، يعني انتخابات في ظل هذا البريكولاج يا أخي عبد السميع لن يثق به الشعب وسيبقى متمسكا طيب بمطالبه. ابقي معنا أستاذة فاتحة، ما زال هناك موضوع ربما فيه اختصاص قانوني نتحدث فيه في هذا الموعد. أستاذ فضل العيش أعود إليك إلى موضوع قانوني مهم وتابع لذات السياق اللي رانا نتكلم فيه، انتخابات، شعارات ترفض لهذه الانتخابات من قبل الحراك سواء حراك الجمعة أو حراك الثلاثاء، ولكن في المقابل وبالموازاة مع هذا الشيء هناك أوامر من وزارة العدل للجنة القانونية في البرلمان بنزع الحصانة على الكثير من أعضاء البرلمان. نعرف أستاذ ويعرف مشاهدين الأكارم وأنت تعرف أيضا قد هؤلاء يعني البرلمانيين خسروا دراهم وخسروا شقاء وتعب على جال هذا الحصانة اللي اليوم راهي أيضا يعني رايحين نتكلموا في هذا المجال. وكون يا أستاذ نفترض أن اللجنة القانونية نتاع البرلمان ما حبتش تنحي الحصانة على برلماني معين، قال أنا شريت الأصوات وشريت رأس القائمة وشريت المصوتين وشريت البرلمان، ما بقات لي غير اللجنة القانونية نزيد نشريها وما ينحوليش. كيفاش تتصرف وزارة العدل يا أستاذ عبد السميع؟ يعني في المجال القانوني نعم هذا نعم نعم إيه؟ هي أولا مفهوم الحصانة البرلمانية هي في ليس مفهوم جزائري فقط، ولكن تعمل به عدة دول. الهدف من هذه الحصانة البرلمانية هو الحماية القانونية للنائب من أجل الترغيب والترهيب. إذا النائب عندما يقوم بمهامه النيابية الشريفة الدستور منح له هذه الحماية حتى لا يكون تحت ضغط من الترهيب والتغريب. هنا الآن كثير من البرلمانيين متابعين، فليفهم المشاهد الكريم ليست معناها المتابعة هي الإدانة، المتابعة هي مجرد إجراء. فسؤالي المطروح وسؤالكم في محله، أولي من محمل المسؤولية؟ أولا في هذه الحالة هذا البرلمانيين المزيفين اللي شراوا الأصوات اللي نهبوا الأموال بالدرجة الأولى، أنا شخصيا أقولها وأتحمل المسؤولية، أحمل المخلوع. لماذا؟
لنا أحمل الدولة هي التي منحت الفتح له هذه الفرصة واشترى للأصوات وأصبح نائب ويعمل على استرجاع أمواله. إذن الدولة ذات الشخص الرمزي المعنوي المرتفع منحت له هذا الحق، وبالمقابل الإدارة الفاسدة، الإدارة الفاسدة، ولنا زميل كتب كتاب حول الإدارة الفاسدة وتم حجز الكتاب وسجنه في مدة طويلة. عندما تكون الإدارة الفاسدة يأتيك نائب يطلب منك قطعة ترابية وانت تعطيلك إدارة القطعة الترابية، بتلك الورقة يطلب منك يذهب للبنك والبنك يعطي له الأموال، أين الخلل هنا؟ الخلل هنا يا أستاذنا الفاضل في إدارة المخلوع، في إدارة المخلوع. وبالتالي ومن أجل ذلك الحراك قال احنا ننزع تماما هذا الكادر ونرجع أموالنا ونرجع كذا. سؤالكم في محله، قلت لي لو هذا المجلس الشعبية يرفض رأي، ماشي يرفض رأي، هو محقه، لأن واش راه يوقع؟ الأمور هتوقع شكلية، وزارة العدل تبعث لابيان، لابيان يجاوبوا شكليا، المفروض المجلس الشعبي الوطني عنده اللجنة القانونية، هذه اللجنة القانونية تدرس هل هذه المتابعة، ويبعثوا لها الملف، ملخصة من الملف، إذا لقات المتابعة بناء على تصريحات النائب، قل لا حبسوا، لنا ما هنا ما يسمى في القانون بتوازن السلطات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، السلطة الفاصل فيما بينهما. دساتير العالم كلها تضع توازن السلطات، ونروح الكلمة باختصار. لا أريد أضرب مثال بهذه فرنسا اللي نمقتوها، ولكن حقيقة حقيقة. أن تي ماجسترا يسابل لو جوج بيرغو. هذا لو جوج بيرغو دخل 15 واحد الحبس. بناء على شهادة تاع شاب قاصر 10 سنوات. كاع جابنا في الحبس. القضية لحقت للمجلس الشعبي الوطني وداروا لجنة. لو بتي ماجسترا ما حبش يحضر، قال واش يوم ماجسترا؟ ما نحضرش قدام النواب. كاس كي لا ريبوندي هذا النائب العظيم، العظيم نقولها العظيم، النائب ليس فرنسا. قالوا يكوت مسيو لو ماجسترا، يكوت مسيو لو جيج. نوتر ليبرتي حريتنا راها بين يديك، وشكون عطاها لك؟ احنا اللي سنينا القوانين، احنا اللي عطيناها لك، والان نادينا لك عيطنا لك باش نراجعوا القوانين تاعنا، انت تطبق هذا القانون. اذا نفرضوا المجلس الشعبي الوطني رفض، وهذا ممكن يوقع، ممكن يوقع، لماذا؟ وزاره العدل طلبت نزع الحصانه اللجنه القانونيه. وقعت يا استاذنا الفاضل، وقعت في مجلس قضاء تيبازا عندها كي كان ويحيى مازال رئيس حكومه، احد النواب دخلوه واجتمعوا، اجتمع هذاك الحزب الارندي واجتمع المجلس الشعبي الوطني وطلبوا رفعه، طلبوا رفع مذكره الايداع، لكن القضاء لم يجيب. هذا ماشي وقع، هذا يوقع خطا اجرائي. حنا نقولوا له وزاره العدل تتابع رغم عدم رفع هذا الاشكال. ماذا يقع؟ مشكل دستوري يا استاذ، المشكل دستوري وليس اجرائي. في قانون الاجراءات الجزائيه سي بلوكي، الماده 187 188 من الدستور، عفوا 127 128 من الدستور، تقول عندهم الحق ما يرفضوا، من الشعب الوطني حر. هل في حاله رفض هل العداله تتابع ام لم تتابع؟ لو لدينا المحكمة الدستورية هي التي تفصل بين الهيئات، نعم، المتنازعة بين الهيئة القضائية والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. نحن لنا مجلس دستوري، ما هي مهمته؟ مجلس دستوري الحالي مهمته سوى الانتخابات، سوى الانتخابات، محدوا له في الدستور. في الدول التي تحترم حال المجلس الدستوري، المجلس الدستوري ينظر في مدى قانونية الدستور القانوني. انا راني طرحت هذا السؤال، سؤال في محله، لا راني طرحته، انا نحب نوصل للنتيجة مع مشاهدينا الاكارم باللي اللي راهنا رايحين للانتخابات، راهو حتى المؤسسات الأساسية للعملية الانتخابية التي تجعل التوازن بين السلطات ماهيش موجودة. الآن ذكرتنا الأستاذة فاتحة حرويبي بأنه ما عندناش، وعلى كل حال احنا مذكرين، ذكرت مشاهدينا وذكرتنا كل، باللي ما عندناش رئيس مجلس دستوري. انت الان قلت لنا بلي هذا المجلس الدستوري راح يخلصوا الاعضاء نتاعو غير على جال الانتخابات، ما كانش انتخابات، راه ما عندوش مهمه اخرى، راه ما عندوش مهمه اخرى. محكمه دستوريه كانت رايح تؤسس لمتابعه رئيس الجمهوريه والوزير الاول، نعم، ما لم تؤسس، ولم بيقول سيزلك حاجه، نعم،
هذا المجلس الدستوري فتا مره دار فتوى، دار فتوى فيما يخص الاقطاب القضائيه. كي نديروا اقطاب قضائيه لازم يكون قانون عضوي. هما داروا اقطاب قضائيه دارهم في عهد بلعيز الجمهاروش، انا نقول الجمهاروش بلعيز، داروا اقطاب قضائيه في قسنطينه في وهران في الجزائر. المجلس الدستوري جاته في تلك الفتره دار فتوى باللي هذه الاقطاب القضائيه غير قانونيه، ولكن لم تطبق هذه الفتوى، باقيه هذه الفتوى ولم تطبق. اذا نعم، انعدام المؤسسات يطرح اشكال كبير في سير الدوله برمتها. كم يستغرق استاذة فتحي حرويبي اذا ما زلت معنا، كم يستغرق يعني من الوقت محاولة إصلاح هذا الخلل القانوني وهذا الخلل الدستوري اللي قال عليه الأستاذ، من أجل يعني تحسين وإصلاح الطريق نحو العبور لانتخابات يشارك فيها الشعب وتكون نزيهة؟ تفضلي أستاذة فاتحة. على بليش إذا كان سمعتينا أستاذة فاتحة. يبدو لي الأستاذة فاتحة ما سمعتناش، ولكن فيه ملف أيضا مهم جدا يتعلق بالحديث الخاص بتقييم تقييم العملية الإعلامية ككل في الجزائر والمتابعة الإعلامية لما يجري في الجزائر من حراك ولما يجري في الجزائر من ثورة سلمية رائعة أبهرت العالم. التجاوب الإعلامي مع هذه المسألة تجاوب فيه الكثير من التناقضات، فيه الكثير أيضا من الاحترافية أقولها بين قوسين، ولكن من يريد أن يقيم عمل المؤسسات الإعلامية في هذه المسألة لابد أن يقرأ ويتابع كل الفضاء الإعلامي الجزائري بما فيه وسائل الإعلام العمومية، وسائل الإعلام الخاصة التي كلها في الجزائر تعتبر مؤسسات إعلامية أجنبية لديها مكاتب في الجزائر تمارس عملها الإعلامي. أستاذة فاتحة حرويبي، قبل ما نتكلموا في هذا الموضوع نعود، قالوا لي الإخوان في الكنترول راهي التحقت بينا للسؤال، كم يستغرق من وقت هذه الإجراءات يعني لو توفرت الإرادة الحسنة لسلوك طريق مباشر وحر نحو انتخابات نزيهة؟ الحل في يد الشرطة الفعلية أخي عبد السميع. احنا قلنا من قبل أنه الوقت اللي راهي الوقت الذي ضيعته الدولة أو النظام الحالي ليس في صالح الجزائر، وما يدل على عدم إرادتها الحقيقية في التغيير أو في خروج البلد من الأزمة هي تعيينها للجنة يعني فاشلة بأعضائها، وهي لا تطمع أو لا تأمل حتى في إيجاد حل من طرف هذه اللجنة. يعني يا أخي الكريم، بالنسبة للحل هو في يد السلطة الفعلية وليس في يد الشعب. الشعب اقترح بمطالبه ومطالبه سهلة وليست تعجيزية. وبالنسبة لتعيين اللجنة ثم أخيرا وافقوا على خروج أو طرد رئيس الحكومة، ما هي إلا مجرد تضييع للوقت وربح الوقت وليس في نيتها اي تغيير جذري بالنسبه للدوله. السؤال الذي كان يهمني فيما يخص الحصانه والذي تطرق اليها استاذي الكريم، والناس راهي تسال كثيرا على عن هذا الموضوع خاصه بالنسبه للبرلمان الاخير حتى لا اخطا في اسمه، النائب طليبه ولا طليبه ولا يعني هي رفع الحصانة على كثير من النواب وخاصة بمن فيهم وخاصة نعم خاصة هذا البرلمان طليبة هكذا نعم بهاء الدين طليبة طليبة يعطيك الصحة. المهم بالنسبة للحصانة، الموضوع المهم اللي راه يمشي في هذا الوضع انه اجراءات الحصانة اجراءات رفعها بنصوص وشروط حتى يتم بس سلطة القانون. بالنسبه بقات مساله اللي تهم الشعب، بقات مساله ماذا اذا لم يتم رفع الحصانه؟
فنحن دائما نتحدث بقواعد عامة باش نخليه باش نفهموا دقائق الأشياء. السؤال مطروح هنا، إذا تعارضت الشرطة الشخصية مع الشرطة العامة واش لازمنا نديره؟ هنا بالنسبة للمفاتيح التي تساعدنا هنا، أولا المفتاح الأول نزع الحصانة مع الإذن يعتبر قيد، فلا يمكن يعني نزع الحصانة إلا بالإذن، فيعتبر قيد إلا في حالة تلبس، هنا لا يعتد بالقيد ولا أثر له. ونزع الحصانة فيما يعد فيما بعد عفوا تلقائيا بأثر رجعي. المفتاح الثاني عدم استجابة لطلب نزع القيد، يعني هنا محاولة يعني صناعة سيادة داخلية لمؤسسة دستورية مضادة، وهنا المؤسسة التشريعية ضد السيادة الوطنية العامة. أيضا عندنا مفتاح ثالث بالنسبة للجريمة اللي وقع فيها خاصة هذا طليبة، أن الجريمة خارج توقيت الحصانة، وهذا مفتاح تقني وليس مبدئي. فكل الملفات المتابعة بها هذا النائب ليست بمناسبة أداء مهامه، وهنا خارج توقيت فعالية الحصانة. نعم وهذه نعم نعم واصلي أسمعك. نعم يعني هذه موضوعيا بغض النظر عن الإجراء، فهذه المفاتيح خلينا نقول أنه يمكن متابعة أي نائب رفضت الشرطة التشريعية رفع حصانته. صراحة الموضوع خطير نوعا ما وليس بالسهل، لأنه فيه ما يمكن أن تقول أنا كبرلماني كيفاش نمد العدو يحل، كيف يتابعوني وأنا أتمتع بالحصانة. فالملفات المتابع بها في مطليبة قلنا ليست لها علاقة بمهنته كنائب، وهنا بقاء الحصانة تبقى شكلية فقط، وهنا يمكن متابعته. فالتوضيح أكثر، يعني ما معنى رفض نزع الحصانة؟ الناس تقول ممكن الشرطة التشريعية ترفض رفع الحصانة، معناها أن الشرطة الفعلية تتبنت أفعال هذا الشخص محل طلب رفع الحصانة. معنى أن الشرطة التشريعية إذا رفضت طلب نزع الحصانة يعني أنها تبنت أفعال أي برلماني أو أي نائب كان متابع. إذا النزع هو ضمنية توقيع مسؤولية، لا يمكن الشرطة أن تتبنى أفعالا ارتكبت خارج قبة البرلمان أو خارج المهام التي أنيطت له في مواصلة في مواصلته أو في تواصله مع الوزراء. نعم شكرا جزيلا. نعم فقط بقى للتوضيح، طليبة كل أفعاله المتابع بها قلنا خارج مهنة موضوعية، وبالتالي الحصانة مفرغة وأصبحت حصانة جزائية يمكن متابعته كذلك من الطرف أو بقرار من رئيس الدولة، يعني ما الشعب كاين حلول قانونية يمكن متابعته بقرار من رئيس الدولة الذي يملك سلطة منع ونزع الحصانة بأنواعها النوعية والشكلية. حتى وزير العدل عنده صفتين، عنده عنصر من عناصر السلطة التنفيذية لأنه يسير العدالة كمرفق، وعنده كذلك صلاحية مشرف أو يشرف طيب. مشرف بالنيابة عن نعم. الدولة على السلطة الثالثة اللي هي القضائية. باختصار يمكن متابعة النواب البرلمانيين بأمر من رئيس الدولة وحتى وزير العدل. شكرا جزيلا الأستاذة فاتحة رويبي. ما بقالناش الوقت، وهذه التفاصيل على كل حال قانونية. نحن في السؤال نتاعنا حبينا نروح إلى أنه ربما تعتبر هذه المتابعات جزء من سيف ديموقليس اللي مطروح على البرلمان، ومن بعد انت تفوت له قانون الانتخابات بشيه. يلتحق بنا الأستاذ الصحفي رئيس تحرير موقع طريق نيوز محمد لمين مغنين. محمد لمين مغنين مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. السلام عليكم الأخ عبد السميع، تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدي قناة المغاربية. بارك الله فيك محمد لمين مغنين على كونك معنا. تصنيف جديد ظهر اليوم في مجلة الجيش بالنسبة لوسائل الإعلام اللي وبالنسبة للصحفيين أيضا الموجودين في الجزائر. وسائل الإعلام كثيرة موجودة في الجزائر وعمومية وخاصة، وسائل الإعلام يعني تبث من الخارج وكلها مؤسسات يعني تلفزيونية عندها مكاتب في الجزائر، ولكن جاء وصف باللي كاين جزء من هذه المنظومة الإعلامية كاين تلفزيونات مشبوهة تسيء إلى المؤسسة العسكرية، وكاين أقلام مأجورة أيضا تسيء إلى يعني في رأيك من يشمل مش من؟ كيف يمكن لهذا التصنيف، إلى أي حد يمكن هذا التصنيف يكون صحيح يعني؟
والله يا سي عبد السميع، حقيقة أنا جد مستغرب، وأنا مانيش مستغرب يعني من مؤسسة الجيش الوطني، وأنا لا أقول مؤسسة الجيش الوطني لأن الجنود الجزائريين إخوتنا، يعني هم أبناء الشعب، هم منا ونحن منهم، وأنا أعتقد أن الجنود يعني بعيدين كل البعد عن ما يحصل اليوم، تفهمني، من صراع ربما في دول السلطة، أو من صراع موجه، فهمني، نحو جميع ونحو كل من ينتقد موقف قيادة الجيش. أنا ما نقولش مؤسسة الجيش، أنا نقول قيادة الجيش الذين يريدون أن يفرضون عليهم رؤيتهم، يعني بكل الطرق، يعني بالتخوين، يعني أنا والله حقيقة أستغرب أكثر، يعني أنا مستغرب أكثر، ليس فقط من مؤسسة الجيش، لأنه كاين حقائق، أو مؤسسة الجيش يعني قادة قيادة الجيش، لأنه أنا قلت لك مؤسسة الجيش أنا أعتبر بأنه احنا والجنود والشرطة كلنا أبناء الشعب، وكلنا نعاني يعني من نفس المعاناة، من نفس التهميش، المشاكل يعني تاع الجزائرية على الشرطي وعلى العسكري وعلى المواطن البسيط. قيادة الجيش ربما هم مش ربما هم يتمتعون يعني بامتيازات تلك التي كانت يتمتع بها يعني المسؤولون والوزراء وما يسميها هو بالعصابة. ولكن يعني حقيقة أنا النهاية لما مؤسسة الجيش تهبط عن كوميونيكي باغاي، تهبط يعني مقال بهذه الطريقة، أو تلك الذباب، أنا اليوم أسميها الذباب، يعني الذباب هذا، يعني أنا اليوم الذباب هذا سوف أعتبره حتالة، لأني ربما لما أسير موقع أو صفحة طريق نيوز بعض الأحيان نشوف بعض التعليقات التي تهاجمنا نحن كصحفيين، والتي تهاجم المناضلين اللي خرجوا في وجه العصابة وهاجموا العصابة، يعني لما كانوا هذه المسؤولين في عهد رئيس المطرود الذي طرده الشعب في 22 فبراير، والذي يحاول الشعب ان يطرد بقايا يعني نظام هذا رئيس المطرود الى غايه الان، اليوم صحفيين يخرجوا يغطيوا هذا الحراك الذي اضار له ظهره هذه المؤسسات الاعلاميه الحاليه التي يعتبرونها ما عندهاش وطنيه او حاجه، يعني هذه المؤسسات الاعلاميه التي طبلت لبوتفليقه، والتي طبلت لعهد بوتفليقه، والتي طبلت لال بوتفليقه، والتي تطبل الآن لمن يريدون أن يفرضون رؤيتهم على باقي الشعب الجزائري. أنا أعتقد أن هذه المؤسسة الإعلامية هي التي تخدم أجندات أخرى، والتي تسيء إلى المؤسسة أكثر من أنها تخدمها. نحن على الأقل يعني أنت تشوف في التصنيف أستاذ محمد الأمين، باش تواصل برك، يعني في التصنيف نتاعك أنت فاجأتني، راك أعطيتني تصنيف جديد، ما ماهوش هذا التصنيف اللي كنا نتكلموا عليه. فقلت بلي هذه المؤسسات اللي كانت تطبل البوتفليقة، وهذه المؤسسات اللي كانت تزيف في الحقيقة في عهد بوتفليقة، وكانت تقول بلي راهو كون يروح تروح الجزائر وتروح معاه النو ويروح معاه السحاب وما إلى ذلك، انت راك هذه اللي تقول هي اللي مشبوهة الآن. طبعا يعني انت لما تشوف مؤسسة إعلامية مثل مؤسسة التلفزيون تحارب في الحقيقة، لأنك لما تنزل، أنا ما نقولش كاين، يعني شوف باش نكونوا واقعيين، أنا ما نقولش ما كانش ناس راهي ماهيش مع الانتخابات، كاينين الناس راهم مع الانتخابات، وكاينين الناس يعني صفقوا لجنه كريم يونس، ونعرفوا شكون هاد الناس، يعني هاد الناس اللي كانوا يعمروا بهم لي صال تاع لاكوبول واحد الوقت بالبلي بوس اي تو، دونك معليش يا خويا ما نقولوش، هاد المواطنين الجزائريين وعندهم راي وحابين ياخذوا الانتخابات، ولكن هناك ايضا راي اخر، هناك حقيقه اخرى حتى يتم غلق هذه المؤسسه الاعلاميه، يعني مؤسسه اعلاميه من اللي نوضوا الصباح 17 صباح حتى 17 صباح، من 17 صباح حتى 17 صباح، وانا نشوف في مؤسسه الجيش وفي صوره قائد الاركان وفي خطاب قائد الاركان، لماذا هذا التخوين؟ هم يسيئون للمؤسسة أكثر من أنهم يخدمونها، يعني في حقيقة الأمر لازم تكون كاينة موضوعية، في أب سبحانه يخلق حتى في العائلة كاين رأي وكاين رأي المخالف، كاين اللي يشوف اللي ممكن تكون رؤية الجيش قيادة الجيش هي الحل، وكاين اللي يشوف اللي عمرها ما كانت حل من 62 إلى غاية اليوم، وهذه المؤسسة تريد أن تفرض في وجهة نظرها على الجزائريين، ومن 62 وهي تفرض رائد على الجزائريين، والجزائر هذه كاين دول استقلوا كما استقلت الجزائر في 62، مثلا كوريا الجنوبية الناس تقدمت، وحنا ما زالت تخش في التخلف، كاين تخلف، كاين الناس ما همش حابين يفهموا باللي احنا انا حابين جزائر احسن، حابين جزائر ماشي الجزائر تاع الغبار تحت الصحراء، سبحان الله العظيم، كاين الناس هي قاعده تعاني، كاين ناس ماتت بالجوع في الجزائر هذه، كاين ناس ماتت من البرد في جبال تعجيج الوصاعات، هذه الحكايه في السنوات القليله الماضيه،
هما ما همش حابين يعني، ومن بعد يجي مواطنين يهاجموك عبر الصفحات او عبر يعني حتى يعني يخونوك. يعني شكون اللي لحق الجزائر لهذه المرحله؟ بوشاشي لحق الجزائر لهذه المرحله؟ بوشاشي عمره ما كان في منصب تاع مسؤوليه، كان دائما حاكم الطرق يروح يدافع عن المظلومين في المحاكم. طلبوا لي حي لحق الجزائر، طلبوا لي حكم مسؤوليه في الجزائر ولا حاجه المرحله هذه؟ سامي بن عربي اللي يحكم مسؤوليه في الجزائر ولا حاجه؟ الله اخبياء، هناك الاخبياء العبث في الدق والغباء هذا ما عادش نعمل نشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ماهوش لاحق بل كيفاش يشري الخبز ويجي ينتقد فرجان ومن بعد يجي يعمل في زعامات وهميه مش سامعين بها. خلاص عندهم فنادقهم الخاصه وعندهم مستشفياتهم الخاصه، ما همش سامعين به، ويجي يطبل من اجل هراء ايديولوجي بالنسبه لي. هو ايديولوجي من اجل حكايات ما كانش منهم. المسلم مسلم والكافر كافر، وكل واحد يدخل في قبره، واحد ما يدخل روحه من المفروض في الاخر. ما تجيش تفرض عليا التوا بتاعك، لانه لما تجي تفرض عليا التوا بتاعك، والحمد لله يعني لما اتكلم عن نفسي انا التوا بتاعي نعرفهم مليح، نعرف الاسلام ونعرف العروبه ونعرف الرجوله ونعرف الشهامه والحمد لله. ما نصحش عتالة ما يعرفش يتكلم بلا ما يطيع وبلا ما يستعمل كلام تاعش في التعليقات باش يجي يخونني ولا يخون المناط الفلاني ولا يخون المناط الفلاني. اعتقد انهم تجاوزوا كل الحدود، واليوم يخونوا في اي انسان لانه عنده نظره، لانه ماهوش حاب يخلي الحكم، لانه ماهوش قادر يتناسل، مش قادر يتناسل على الصلاحيات وعلى اللي عطيهم للحكم. طيب سي تخو سانسيغمون سي تخو. ومن بعد تشوف الاخبياء هذه اللي ماهيش، الاخبياء اللي ماهيش قادره تشوف المستقبل، ماهيش قادره، ما عندهاش نظره استشاريه باش يشوف روحه هو بعد 5 سنين ممكن، واش ما عندوش في السنه هذه بعد 5 سنين تكون كاينه ليه، مش ليه لولاده يا سيدي. معقول جدا حقيقه، يعني الواقع المعاش يعني هو رهيب، واعتقد انه عن الوقت اللي الانسان لازم يقول هذا الكلام. واحد ما ضد الانتخابات، لكني ضد الانتخابات بالميكانيزمات هذه، ومن حق نقول باللي هذو انتخابات ما تجيش تفرض عليا انتخابات شفتها، ما تجيش تفرض عليا انتخابات كما قالها بوزيد الزهائي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ لا لا كونفيرونس دو بريس كيزون في ريسامون تاع كاريون اللي مدوا وسمها اللي مدوا لو رابور رئاسه الدوله. مانيش ننتقد في هيئه كاريون صح، مانيش. نعم فقط اشاره نعم نعم، لكن سي بوزيد الغاري يقول باللي ربما شعب او ماشي مع الانتخابات الا الطبقه المثقفه والمناضله ضد الانتخابات. يعني هذه الكلمه لما تقولها ما يجيكش تساؤل، تقول علاه الطبقه المثقفه والطبقه المناضله راهي ضد الانتخابات؟ ما تقدرش تفهم. هذا بوزيد الغاري مهندس دستور بوتفليقه الاخر اللي يحبوا يزيدوا يفرضوا به عهده خاصه على الشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك محمد لمين مغنين، كنت معنا. للأسف وقت الحصة يداهمنا، نختم مع الأستاذ فضيل العيش هذا الموعد. فضيل العيش يعني أعطينا فكرة كنت تحب توصلها. نعم أولا أقدم تحيتي للشباب للطلبة الذين أعطوا دروس في الوطنية من أجل الحرية، والذين كانوا ممثلين لطلبة ثورة التحرير تاع 56، لكن نقول لهم أنا لست متدخل لهم. أنتم صامدون لمبدأ الانتخابات، لا نقول للانتخابات رافضون، لأن مبدأ الانتخابات هو مبدأ حضاري، نقول سبب رفضنا للانتخابات. واش حبيت تقول يا أستاذ؟ ماذا أعطتنا هذه المتابعات؟ فيها متابعات ما شاء الله، وأنا أثمنها لأن باش تدي هذه العصابة. نعم، مش حاجة بسيطة، ولكن هل استرجعنا أموال شعبنا الكريم؟ هل استرجعنا تلك الأموال؟ بالرغم من أن الآن تم تعيين متصرفين قضائيين لتسير هذه الشركات، وأنا أقول كرجل قانوني كإجرائي في قضية التحقيق، ليس له الحق أن يعين، ليس له الحق أن يعين متصرف. رئيس المحكمة هو الذي يعين، ولكن أنا أثمن هذا. لأن الأموال هذه اللي اداوا هذو أصحاب الشركات هي أموال الشعب الجزائري، وبالتالي قاموا باسترجاع أموالهم. إذا المتابعات فهي أثمنها ولا هي، ولكنها غير كافية. لابد أن تتابع أشياء ملموسة للشعب الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فضيل العيش. أشكر أيضا الطالب عصام الخضاري من جامعة تلمسان كان معنا اليوم، والأستاذة فتيحة رويبي، والأستاذ محمد لمين مغنين الصحفي ورئيس تحرير موقع طريق نيوز. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتنا. موعدي انتهى، ولكن تغطية المغاربية الخاصة ما تزال متواصلة. ابقوا معنا، إلى اللقاء. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر. سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار. مرفوع الراس وشامخ الصدر، علمه مربوط في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا حرارة سيدي، احنا حرارة سيدي، احنا حرارة. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وهو شي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا الحضرة، إشارة والباطل ما عليه نور، الباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة، لا حالي دوم يذكر، لا حالي دوم يذكر. الدنيا راهي دوارة، اليوم صحى الجمهور، اليوم صحى الجمهور. ألف مليار سيدي، ألف مليار سيدي، ألف مليار. لك طرقان في البحر، وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار. الفاتورة بالزور طايرة، يا نمارة سيدي، يا نمارة سيدي، يا نمارة. 20 عام عرة البشر، السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار. السياحة بقات الخرا، وشراكة تسطر يا سيدي، شراكة ستار سيدي، شراكة ستار. خلاف قريعات الخمر، وشوية دقلات والتمر، والباقي تعصار. من فروة أرضنا الطاهرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وهو شعل